نورتم. دي الحلقة التانية من كورس القواعد المستوى الأول للمبتدئين. في الفيديو اللي فات أو في الحلقة الأولى احنا شرحنا الـ Subject والـ Object Pronouns اللي هي ضمائر الفاعل والمفعول. لو ما اتفرجتش على الحلقة دي please اتفرج عليها، لأن الحلقة دي مبنية على الحلقة اللي فاتت. إجابات الحلقة السابقة أو إجابات الواجب بتاع الحلقة السابقة هتلاقيه في أول تعليق للفيديو ده. يلا بينا نبتدي مع بعض. في حلقة النهاردة هنشرح الـ Possessive Pronouns ضمائر الملكية، الـ Reflexive Pronouns ضمائر الإنعكاسية، وكمان هنزود عليهم حاجة ثالثة اللي هي ما تعتبرش ضمير قوي وهنعرف ليه في الفيديو، الـ Possessive Adjectives أو صفات الملكية. صفات الملكية سميت صفات الملكية ودي اللي احنا هنبتدي بيها، لأنها صفات بتيجي ورا الأسماء ولا تحل محلها كالضمائر. افتكر الكلمة دي مهمة جدا. صفات الملكية هي عبارة عن كلمات بتوصف الأسماء زيها زي الصفات ولا تحل محل الضمائر، وهم بالترتيب كالآتي: my, our, your, his, her, its, their. طب ما تيجي نفهم يعني ايه صفة الملكية بتيجي ورا الأسماء وما هياش ضمير ولا تحل محل الضمائر، عشان كده سميناها صفة ملكية مش ضمير ملكية. اولا صفة الملكية احنا بنستخدمها لما بنحب نوصف انتماء شخص او انتماء شيء لينا، سواء انتماء او ملكية. خلينا نديك مثال عشان تفهم اكتر. فمثلا انا عاوز اقول سيارتي، تمام، حاجة تنتمي الي، حاجة ملكي، هقول بالانجلش my car. خدت بالك من حاجة؟ احنا في العربي بنقول سيارتي، لكن في الانجليزي دايما صفة الملكية بتيجي قبل الاسم، لان الصفات تسبق الاسماء في اللغة الانجليزية. my car اهو ضمير مش ضمير، ليه؟ دي صفة وفي اسم موجود، فهو صفة ملكية بتيجي قبل الاسماء. my car سيارتي، our car سيارتنا، your car سيارتك او سيارتك او سيارتكم لو انتوا فاكرين، انت انتي انتم، his car سيارته لو بنتكلم على طرف ثالث، her car سيارتها لو بنتكلم على واحده، its car its امتى بقى لو بنتكلم على سياره شركه، يعني مثلا بتكلم على سياره مرسيدس الشركه ذات نفسها، فاقول its car، تمام. طيب سيارتهم their car. تعالوا ناخد امثله اكتر وتمارين عشان نفهم. امثله تانية: I help my father، انا بساعد والدي، our manager is great، مديرنا عظيم، they help their sister، هما بيساعدوا اختهم، محمود had an accident with his car، محمود عمل حادثة بسيارته with his car. افتكر دايما ان احنا ممكن نضع صفة بين صفة الملكية والاسم. يعني ايه؟ ممكن اقول this is our teacher، جبنا صفة ملكية our teacher مدرس، وممكن نقول this is our new teacher، ده مدرسنا الجديد، new صفة محطوطة بين صفة الملكية والاسم. بالتالي واضحة كده. نخش بينا بقى مع بعض على ضمائر الملكية او الـ possessive pronouns. استخدامهم قريب جدا من صفات الملكية، بس خليني اقولهم لك الاول: mine، ours، yours، his، hers، its، theirs. لو عاوز تسمع النطق بتاعي تاني ياريت تعيد. ضمائر الملكية بنستخدمها برضو زي صفات الملكية عشان نعبر عن الإحساس بالانتماء أو الملكية، لكن الفرق ما بينها وبين صفات الملكية إنها ضمائر. وفاكرين في الحلقة الأولى قلنا الضمائر تحل محل الأسماء. خلينا نديك مثال عشان تفهم. لما أقول this is our manager، هذا يكون مديرنا، عاوز اشيل our manager، هحط مكانها ايه؟ ضمير بس، ours، يبقى شلت صفة الملكية والاسم وحطيت ours. this is ours يعني ده يخصنا، لو طبعا عارفين ان احنا بنتكلم عن المدير.
This is ours. مثال تاني. This is your money. دي أموالك. هنشيل your money ونحله بضمير. This is yours. هذا يخصك. هذا ينتمي إليك. This is yours. مثال كمان. She is their daughter. هي بنتهم. She is theirs. ضمير ملكي. شلت صفة الملكية تاني والاسم وحطيت theirs. طيب. This is her purse. Purse يعني البوكة أو الشنطة الصغيرة اللي الست بتشيلها. This is her purse. عاوز أشيل her purse بدل ما أقول ده البوك بتاعها. عاوز أقول هذا يخصها. This is hers. Very good. This is hers. I love his car. أنا بحب سيارته. عاوز أشيل صفة الملكية والاسم. هحط ضمير ملكية مكانهم. I love his. أنا أحب اللي بتخصه. لا هي سيارته يعني. بس أنا جبت سيارته عشان على فرضا إن إحنا عارفين إحنا بنتكلم على إيه. ناخد تمارين زيادة ونحاول بقى نحلها مع بعض. يلا بينا. والمطلوب منك في التمرين ده إنك كل ما تشوف صفة ملكية مع اسم تشيلها وتحط لي ضمير الملكية المناسب. أول جملة معانا. This car is my car. عاوزين نشيل my car ونحط مكانها ضمير ملكية. Yes, this car is mine. هذه السيارة تخصني. بدل ما أقول هذه السيارة سيارتي. هذه السيارة تخصني. This car is mine. مثال تاني. She loves her brother. هي تحب أخاها. عاوزين نشيل her brother ونحط ضمير ملكية. Very good. She loves hers. Perfect. هذا البيت ملكهم. This house is their house. عاوزين نشيل their house ونحط حاجة. Theirs. Perfect. آخر حاجة معانا النهاردة هي reflexive pronouns أو الضمائر الانعكاسية، وهي ليها أكثر من استخدام وأكثر من معنى في الإنجليش. اللي يهمك إنك تعرفه في المستوى دوت مستوى المبتدئين إن معناها نفسك، حاجة بتنعكس عليك. فمثلا myself نفسي، ourselves نفسنا أو أنفسنا، yourself نفسك أو نفسك، أو yourselves الجمع بتاعها أنفسكم، himself نفسه، herself نفسها، itself نفسه أو نفسها للحاجات اللي ما فيهاش روح أو الحيوانات زي ما قلنا لو احنا ما نعرفش الجنس بتاعها. طيب خلينا اديك مثال أكتر عشان نفهم. I prevent myself. أنا بمنع نفسي. We prevent ourselves. إحنا بنمنع أنفسنا. You prevent yourself. أنت تمنع نفسك. ولو بكلمكم كلكم You prevent yourselves. أنتم تمنعوا أنفسكم. He prevents himself. هو يمنع نفسه. She prevents herself. هي تمنع نفسها. It prevents itself. لو بنتكلم مثلا على حيوان وما نعرفش الجنس بتاعه. وأخيرا they prevent themselves. هما أو هم يمنعوا أنفسهم. يعني هما بيمنعوا نفسهم بنفسهم. فبالتالي كده وضحت معنى ال reflexive pronouns أو الضمير الانعكاسي. بقى تقدر تستخدمها مع أي حاجة تانية. تقول أنا بصرح لنفسي هي قتلتها بنفسها وهكذا. أوكي؟ حاجة انعكاسية. يعني حد بينعكس عليه نفس الأكشن اللي هو بيعمله. أوكي؟ الهومورك أو الواجب هيبقى برضو في أول تعليق في الفيديو دوت، والإجابات هتبقى في أول تعليق في الفيديو القادم، وهيبقى عبارة عن جمل فيها ضماير هنحتاج ان احنا نترجمها بالانجلش. سيبوا الاجابات في تعليقات. We thank you and wish you all the best.